ينضم إلينا من دير البلح أيمن أبو شنب مراسل الغد. ما الذي يمكن أن ترصده لنا في هذا اليوم أيمن؟ نعم سهام، على الأقل في وسط قطاع غزة هناك هدوء حذر حتى هذه الساعة في وسط القطاع بعد يوم أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من مخيمات وسط قطاع غزة، سواء النصيرات ودير البلح والبريج ومناطق أخرى من وسط القطاع. يأتي هذا مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة التي ما تزال تحلق على علو منخفض في سماء وسط قطاع غزة. استمرار التحليق لهذه الطائرات ينذر باستمرار الغارات الجوية على وسط القطاع، ووسط القطاع كما يعلم الجميع بأنه مكتظ بأكثر من 1,000,000 نازح ونازحة في ظروف صعبة وقاسية جدا جراء استمرار لعملية النزوح من مناطق شرق مدينة خان يونس باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس أو باتجاه وسط قطاع غزة المكتظ أصلا بأكثر من 1,000,000 نازح ونازحة في ظروف معقدة لانعدام لأبسط مقومات الحياة، الغذاء والمياه النظيفة والأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين وأبسط الرعاية الصحية، والتي هي غير متوفرة في كافة محافظات قطاع غزة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي وعدم دخول المساعدات إلى محافظات قطاع غزة بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي وإغلاقه بالكامل، وبعد أيضا إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي أيضا تم إغلاقه منذ أكثر من 50 يوما، ولم يسمح بإدخال المساعدات عبر هذا المعبر بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات عبر الأنروا للنازحين في جميع محافظات قطاع غزة. فالظروف صعبة وقاهرة جدا في مراكز اللواء جراء استمرار تشديد الحصار وجراء أيضا استمرار دوامة النزوح واستمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 72 بعد 200 على التوالي. الوضع في مراكز اللواء سيء جدا في ظل أيضا ارتفاع لدرجات الحرارة، هناك ضربات شمس وهناك جفاف يعني في صفوف النازحين في ظل عدم توفر المياه الخاصة بالشرب وأيضا المياه التي تستخدم لحياة الناس في وهي أيضا مفقودة في جميع مراكز الإيواء لعدم توفرها بكميات كافية. الناس تحصل على المياه من بعض الآبار ومن أيضا بعض الشاحنات التي تصلهم من بعض الجهات الدولية أو العربية وتقدم لهم بعضا من المياه عبر هذه الشاحنات، وبالتالي بالكاد يستطيع الناس توفير ما يسد رمقهم جراء الأوضاع وتشديد الحصار وعدم توفر المساعدات. العديد من الأسر تحصل على وجبة واحدة كل يومين أو 3 أيام، وتقوم بتفضيل الصغار على الكبار كون الصغار لا يتحملون الجوع، فبالتالي 96% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من انعدام للأمن الغذائي لعدم وصول هذه المساعدات منذ أكثر من 50 يوما إلى محافظات قطاع غزة، والذين يعيشون ظروفا قاسية وصعبة جدا في ظل هذه الظروف وفي ظل ارتفاع لدرجات الحرارة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح.